وقفتنا التالية إن شاء الله راح تكون مع العمالة المنزلية واللي صارت في الوقت الحالي حديث الساعة، حيث من المقرر أن تقام مهام ملفات عاملات المنزل إلى هيئة تنظيم سوق العمل في الشهر القادم. في هذه الفقرة راح نوضح ونتعرف على العديد من الأمور والتساؤلات اللي تراود المواطن البحريني بالخصوص، وتنضم لنا في الاستديو مديرة العلاقات العامة والإعلام بهيئة تنظيم سوق العمل الأستاذة هناء صفوان. صباحك بالخير. صباحكم الله بالخير، وأسعد الله صباح المشاهدين الكرام، ومشكورين على هالاستضافة. وطبعا تلفزيون البحرين دائما سباق لتوعية الجمهور دائما، وخلال برنامجكم اللي متابعينا ما شاء الله يعني موفقين دائما. شكرا. هنا بداية قبل ما نتكلم وياك عن الحديث حول الإجراءات، حابين نعرف من الفئة المقصودة بالنسبة. في البداية أحب أوضح أن إن شاء الله بدءا من يوم الغد 1 سبتمبر راح تنتقل مهام إصدار تصاريح خدم العمالة المنزلية ومن في حكمهم من وزارة العمل، اللي طبعا هم مشكورين وما يفوتني أن أشكر وزارة العمل وعلى رأسها سعادة الوزير سيد جميل حميدان ووكيل الوزارة وكافة منتسبي الوزارة اللي حملوا ملف إصدار التصاريح طوال السنوات الماضية، وكانوا صراحة دائما يحرصون على تقديم الخدمة بكل سهولة إلى الجمهور. كذلك شكرهم لتعاونهم الكبير مع الهيئة لتسهيل عملية انتقال الملف بكل سهولة ويسر. إجابة على سؤالك أختي، الفئة اللي راح نقصد فيهم العمالة المنزلية هم خدم المنازل، المربيات، الطباخين، السواق، السواق الخاصين للمنازل، وحراس المنازل يعني الحارس الشخصي حق للمنزل أو للمزرعة مثلاً، أو يعني هذه ذوي الشأن أو الناس المختصة اللي راح يكون عليهم التأثير مباشر. وكل أسرة بحرينية في الوقت الحالي عندها بالتأكيد خدم منازل في الوقت الحالي، فدائما يكون عندهم قلق بسيط جراء التغيرات اللي ممكن تكون من نقل اللي هو طريقة التسجيل من الوزارة إلى هيئة تنظيم سوق العمل. فهل هناك فعلا شيء يجب أن يقلقوا منه؟ بالتأكيد لا يوجد أي داعي للقلق، وإحنا موجودين هنا على أساس عبر برنامجكم أن نطمئن جميع المواطنين والمقيمين. موضوع الخدم شأن اجتماعي، وكل بيت بحريني أو كل مقيم، يعني معظم المقيمين أيضا عندهم عمالة منزلية، فإحنا حرصنا أن بانتقال الملف لن يكون هناك أي تغيير في الاشتراكات ولا في زيادة في الأسعار ولا في زيادة في الرسوم لا الآن ولا حتى إن شاء الله مستقبلا. يعني حاليا ما في توجه لا لزيادة الرسوم ولا إلى تغيير في الاشتراطات ولا الإجراءات، بل هي عملية نقل المهام من وزارة العمل إلى الهيئة. فهذا الموضوع يجب أن نطمئن فيه الناس أن لا يوجد أي داعي للخوف أو للقلق. الاشتراطات ما راح تتغير؟ الاشتراطات هي نفسها نفس ما هو معمول به في وزارة العمل راح يكون معمول به إن شاء الله في الهيئة. شو الجديد اللي راح تقدم الهيئة للمواطنين في صالح الناس اللي لديهم عمالة منزلية؟ الجديد اللي راح نقدمه إن شاء الله في الهيئة هو افتتاح مكاتب لتقديم الخدمة في مكاتب البريد. بالتالي إحنا راح نكون أقرب للمواطنين، نحاول نغطي أكبر مساحة جغرافية من البحرين. فالتقديم راح يكون بالإضافة إلى مبنى الهيئة، طبعاً أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً، وطبعاً هاي بدءاً من بكرة. ومن بكرة أيضاً راح يتم افتتاح مكتب للهيئة في بريد مدينة عيسى، وراح يكون توقيت تقديم الطلبات من الساعة 7:00 صباحاً إلى 7:00 مساءً 6 أيام بالأسبوع من السبت إلى الخميس. وبدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله راح يتم افتتاح مزيد من المكاتب، فإحنا نتكلم عن مكتب في مدينة حمد، مكتب في الرفاع، مكتب في البديع، ومكتب في الحد. ثلاث مكاتب بالإضافة إلى المدينة راح يتم تقديم الخدمة فيهم من الأحد إلى الخميس من الساعة من السبت إلى الخميس من 7:00 صباحا إلى 7:00 مساء. يعني أنت إحنا هنا نتكلم على المحافظات، على المحافظات كلها exactly. فإحنا بهاي الطريقة حتى المواطن الموظف ما في داعي انه يستأذن من دوامه يعني على اساس يروح يقدم الخدمه، هو عنده لسبع بالليل، عنده حتى يوم الاجازه يوم السبت،
وطبعا في توجه إن شاء الله مستقبلاً إلى افتتاح المزيد من المكاتب. الأخوة في البريد وأيضاً التقديم شكر صراحة لهم وعلى رأسهم سعادة الوزير سيد كمال أحمد والشيخ بدر الخليفة الوكيل مساعد شؤون البريد قدموا لنا كافة التسهيلات والمكاتب مفتوحة، وإذا في حاجة لفتح المزيد هم متعاونين هذه المكاتب بالتأكيد إن شاء الله. أحب أستفسر بالنسبة إلى الإجراءات اللي راح تتخذونها لفتح مثل هذه الملفات في الوقت الحالي. أصبح من المهم جدا أن نواكب العصر والتكنولوجيا في طريقة يعني التسجيل الطبيعية، فالناس ملوا من الإجراءات الروتينية، فهل راح تغيرون طريقة الإجراءات المعتادة؟ هي راح تكون almost نفس الإجراءات مع إضافة تطوير شوية. حاليا اللي موجود في حالة تقديم لأول خادمة يتم استلام الطلب، يعني هاي المعمول في وزارة العمل. إحنا راح نبقي على نفس الآلية في حالة تقديم لأول خادمة مع استيفاء كافة الشروط، راح يتم أيضا استلام الطلب فوري. إحنا في الهيئة أضفنا على ذلك الخادمة الثانية في حالة أيضا استيفاء كافة الاشتراطات، سيتم الحصول على الموافقة إن شاء الله فوريا من أي مكتب بريد، أو أنت مثلا قدمت في فرع مدينة عيسى وكان عندك مشوار في الحد، فتقدر تستلم الطلب أو التصريح جاهز من فرع الحد، مجرد أنك تعطي موظف الهيئة رقم الطلب وراح يصدر لك. فهذه إدش من ضمن الإجراءات اللي إحنا نحاول نقدمها للتسهيلات والمرونة نقدمها للجمهور. دامت ذكرتي عن الإجراءات، أكيد حاب نعرف حق كل شخص حاب يجلب العمالة المنزلية شو الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص؟ نفس ما ذكرت لك، هي الإجراءات راح تكون نفس ما هو معمول بها حالياً. طبعاً كل حالة راح تكون مختلفة عن الثانية، لكن بشكل عام الإجراءات هي اللي معمول بها حالياً الآن في وزارة العمل، ولن يكون هناك أي تغيير. بالعكس إن شاء الله نضيف مزيد من المرونة والتسهيلات على هذه الإجراءات والاشتراطات. بالنسبة لتعاونكم مع البريد شوي تحدثينا فيه، يعني نقدر نتكلم فيه تفاصيل أكثر. البريد شلون ممكن نتعاون؟ أنا مواطن أدخل البريد شنو أسوي عشان أنا ممكن أستجيب لخدمة؟ أنا نفس ما ذكرت لك أخوي، تعاوننا مع البريد هو طبعا يأتي من ضمن الشراكة بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ويأتي هذا الأمر تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة وجود تكامل بين كافة الوزارات الحكومية من أجل تقديم كل الدعم والتسهيلات إلى المواطنين والمقيمين على أرض البحرين. مكاتب البريد راح يكون مكتب خاص للهيئة في مكاتب البريد، الموجودين موظفين للهيئة هم اللي راح يكونون موجودين في المكتب للإجابة على أي استفسار لتقديم الخدمة. وهو مو بعد ما راح يكون مجرد تقديم طلب، حتى لو صاحب العمل أي صاحب عمل عنده استفسار يتعلق بأي شأن من الهيئة، موظفين الموجودين راح يكون عندهم القدرة وهم بالكفاءة يعني اللي للإجابة على أي استفسار وأي سؤال. وهل في شروط معينة على الكفيل اللي يتحملها أو يساهم فيها في جلب العمالة المنزلية؟ هذه الشروط هي يعني ما تتعلق بس بالكفيل نفسه، هو طبعا عملية جلب عمالة منزلية أو من في حكمهم هي تكون بين رب المنزل وبين المكتب اللي يتم استخدام العمالة منه. والهيئة الآن في صدد إعداد دراسة وقاعدين نشتغل يعني ما شاء الله على قدم وساق لإيجاد كثير من الحلول لبعض المشاكل اللي تواجهها للأسف الأسر البحرينية فيما يتعلق بجلب العمالة، وكلنا نعرف غلاء أسعار جلب العمالة وما يتعلق فيها من هروب ومن شوي مشقة مشقة ومشاكل ممكن أن رب المنزل ساعات في بعض الأوقات يقول خلاص ما أفكر في أفضل إن ما أجيب أحسن صحيح. لا إحنا طبعا هذا خليناها بعين الاعتبار وإحنا قاعدين ندرسها الآن لنضمن حقوق المواطن وايضا حقوق العامل نفسه، لان هم بعد لهم حقوق العماله المنزليه. فان شاء الله يكون لنا لقاءات قريبه يعني صحيح نستعرض فيها هذا الموضوع. قبل ان نختم ياشا حبيت احكي عن موضوع اخر، وهو يعني هذا القطاع حيوي جدا في دول الخليج وفي البحرين بشكل خاص، فهذا يستدعي ان نقدر نقول يعني هناك العديد من الاستمارات اللي يجب ملئها يوميا نقدر نقول او بشكل شبه يومي.
على الموظفين أن يكونوا بقدرة مختلفة، لأنهم قاعدين يتعاملون مع مشاكل يومية، هروب، يعني إصدار تراخيص جديدة، هاي الأمور. فشلون ممكن أن تدربون هذول العمال ليكونوا على هذه الكفاءة؟ طبعاً أود أذكر أن إحنا موظفي الهيئة تم خضاعهم إلى برنامج تدريبي مكثف لاستلام هذه المهام، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرة موظفي وزارة العمل، لأنهم راح يكونون تحت مظلة الهيئة، فعندنا الخبرة وعندنا التدريب الكافي، فإن شاء الله موظفينا على القدرة الكافية للإجابة على أي استفسار ولتذليل أي عقبة يواجهها أي مواطن أو أي مراجع. هل ستقدم الهيئة خدمة إصدار تصاريح العمالة المنزلية عن طريق إلكتروني مثل ما وجود الخدمة العمالية على القطاع الاقتصادي؟ بالفعل هناك توجه إن شاء الله لتقديم الطلبات إلكترونياً فور جاهزية النظام. إحنا الآن في مرحلة أولى لتقديم الخدمة، ولكن بعد أشهر إذا ارتأت الهيئة أن إحنا النظام على قدر كافي من يعني تحمل أو تقديم الطلبات الإلكترونية، في توجه إن شاء الله من باب تقديم المزيد من المرونة إلى المواطنين والمراجعين. مديرة العلاقات العامة والإعلام هي تنظيم سوق العمل الأستاذة هناء الصفار، كل الشكر لتواجدك معنا اليوم. شكرا لكم ويعطيكم العافية. للمهتمين بالتصوير فاصل أخير، وللقاء مع المصورة مريم عبد الغفار.